اعتماد الرميكي أجمل نساء عصرها، تخيلوا انقلب حالها من خادمة إلى ملكة، يا لطيف. لكن العجيب في الأمر إنها كانت من أسباب سقوط أعظم ملك من ملوك الطوائف في الأندلس، وأنداهم راحة وأرحبهم ساحة، ملك إشبيلية المعتمد بالله. لكن لازم تعرفون قبل ما نبدأ القصة إنه سبب سقوط الأندلس من أيدي المسلمين الخيانات، التفرقة والحب. ركزوا لي في الأخيرة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ القصة سوا. بسم الله. يوم من الأيام كان يتمشى الملك معتمد بالله مع وزيره بن عمار، كانوا كلهم شعراء، الاثنين كلهم شعراء، يتمشون في حدائق إشبيلية الغنات، طبعا أنا في جدة في وادي المريخ. ومروا على نهر، والنهر هذا كان فيه جواري يرسلون مسيادهم يغسلون الملابس ويغسلون الأواني. فتوقف الملك فجأة وأخذ يتأمل وينظر للماء كيف الهواء يضرب في الموية ويرتفع، فقال هذا البيت: صنع الريح من الماء زرد. ايش معنى زرد؟ زرد يعني الدرع. فنظر لوزيره وقال: اجز، يعني كمل الشطر الثاني. تنح الوزير ابن عمار وسكت. فردت هنا جارية كانت تسمعهم يتغسل الملابس على النهر وقالت: اي درع لقتال اللوجمد. فاستغرب هنا المعتمد بالله وتعجب سرعة بديها، فصاحت اللسان، وكانت البنت هذه جميلة جدا جدا، صاروخ. فسأل: مين هذه؟ المهم غرق في نهرها وشيل ودي قلب. فقالوا له: هي جارية عند رميك بن حجاج. فراح المليح واشتراها وتزوجها على طول، هذا العلم الغانم، ما في لف ودوران. وحب اعتماد حب عظيم، المعتمد حبها حب عظيم، كانت ما تطلب شيء وتتمناه إلا يجيها، يلبي لها كل مطالبها. حتى قال في شعره: وما حل خل من فؤاد خليله محل اعتماد من فؤاد محمد. هو كان اسمه محمد، لكن من شدة حبه الاعتماد لقب نفسه بالمعتمد بالله. يوم من الأيام أطلت اعتماد من شرفات القصر، يعني الشبابيك، ورأت جواري وأطفال يلعبون بالطين والموية. فراحت عند المعتمد وقالت: أريد أن أصنع مثلهن، يعني أبغى ألعب بالطين. قال لها: إذا جاء الغد فسليني ما شئتي. فلما جاء الصباح جاته وجاب لها أنواع مكلفة من الطيب والعطور والمسك والعنبر والريحان، وخلطها مع الطين وقال لها: يلا صنعي ما بدالك، الجواري يلعبون في الطين والماء وانت تلعبين في الطيب والمسك. فانتشر الخبر وانشهر هذا اليوم بيوم الطين، حتى انه كانوا زمان اذا ولد الشخص وجاء فرحة وحاجة يقول له: انت ولدت قبل يوم الطين او بعد يوم الطين. ما زال هذا اليوم مشهور الى يومنا هذا بيوم الطين. ومن شدة حب المعتمد بالله الاعتماد رحمهم الله جميعا، يوم من الايام سافروا قرطبة بالشتاء وكانت الاجواء ثلوج، فبكت اعتماد تدلع على زوجها: ليش ما تسفرني كل يوم عشان اشوف الثلوج؟ يا اخي البنات رهيبين. فأمر المعتمد أن يزرعون جبل من شجر اللوز، وشجر اللوز هذا من بعيد إذا شفته كأنه ثلج قدام قصره، يعني إذا طالعت اعتماد من الشباك تشوف هذا الجبل تحسبه ثلج تتونس وتفرح. هنا شيوخ وفقهاء إشبيلية ما عجبهم وضع المعتمد من إسراف في أموال في غير موضعها، فأرسلوا لأمير المرابطين في المغرب العربي يوسف بن تاشفين، وكانت أصلاً على وشك اندلاع حرب بين ملك إشبيلية المعتمد والمعتمد بالله ويوسف بن تاشفين لأسباب والله أنا ما أعلمها صراحة، لكن هذا الشيء سبب من أسباب اندلاع الحرب والله أعلم. المهم دارت بينهم حرب ضروس، الرقاب تتطاير والدماء تتناثر، فانتصر المرابطين على ملك إشبيلية المعتمد وتم أسره ونفيه وعائلتهم جميعاً إلى مدينة أغماد في المغرب العربي. فعاش حياة صعيبة مع أسرته وعائلته وبناته وعياله، حياة صعيبة جدا. تخيل أنت تكون ملك ومال وجاه فجأة بلا جاه ولا مال، فقر فقر، يعني عاشوا حياة صعيبة جدا. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة ولك الجسيمة، واللهم نعوذك من سوء المنقلب والحال يا رب العالمين. المهم جاء يوم العيد ودخلوا عليه بناته يهنونه بالعيد، ثيابهم مقطعة وممزقة، فبكى على حالهم وأنشد أبيات جميلة جدا، أبيات توجع القلب: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغماد مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكل أكباد تفطيرا. يا الله يا لطيف، اللهم صل على محمد. نكدت عليه الأيام وانقلب عليه الحال. المهم كانوا بناته يغزلون الصوف عشان لقمة العيش يبيعونه، فجاء يوم من الأيام اختلف على حاجة مع زوجته وغضب منها وقال: أنا المعتمد بالله، أجدادي كانوا ملوك وأبناء ملوك، وما أنت إلا جارية. فغضبت وقالت: أو تعايرني؟ والله ما عشت معك يوما فرحت به.
فنظر لها بحسرة وكان يحبها وهي تحبه حبا عظيما رغم المشاكل اللي بينهم. قال لها: ولا يوم الطين؟ نظرت له وقالت: إلا يوم الطين. فبكت وحضنته وعاشوا مع بعضهم أيام بسيطة ويحبون بعض، كانوا حبا جما كما يذكر عنهم، وكانوا عايشين على الحلو والمر. وبعد 3 شهور من هذه الحادثة ماتت زوجته اعتماد، وحزن عليها حزنا شديدا، ويقال أنه مات بعدها ب3 شهور من شدة الحزن عليها. دفنوا سويا في مدينة أغماد في المغرب، فرحمهم الله جميعا وجمعنا الله بهم وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. وأخيرا صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحبكم في الله، واصفين على طاله.